اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحديث 16 بعد 100. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه. يا سلام يا سلام، كفي بين كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن. يعني دي خصيصة جميلة جدا لعبد الله مسعود ابن أم عبد، ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضيت لكم ما رضي عبد الله ابن مسعود ابن أم عبد. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله، وذكر الحديث. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. الحديث عن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله، وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. هذا الحديث نستفيد منه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما ينفعهم، ودي مسألة مهمة جدا، ما ينفعهم. والذي ينفعك كل أمر ترتب عليه عمل أو اعتقاد، كل أمر ترتب عليه عمل أو اعتقاد هذا ما ينفعك. أما إذا كانت المسألة من باب الترف العلمي فأنت بالخيار، فأنت بالخيار. فما ينبغي أن تطلبه هي هذه المسائل التي يترتب عليها ماذا؟ عمل أو اعتقاد. وغالب هذا يقع في علمي الفقه وعلم ماذا؟ العقيدة. إذن هذان العلمان من أنفع العلوم، من أنفع العلوم، علم العقيدة وعلم الفقه. وهذا يدل أيضا على أدب جليل، أنه يمكن للعالم أن يصطفي من طلبته ما شاء، وأن يخصهم بما لا يخص به غيرهم. فانظر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يلاطف ويتواضع مع صحابته صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذه الألفاظ المذكورة في التحيات أو حديث عبد الله مسعود هو أصح الأحاديث الواردة في هذا الباب، أصح الأحاديث الواردة في هذا الباب.
ذلك أن هذا الحديث روي من أكثر من 20 طريقا. حديث اللهو سمعته ده روي من أكثر من 20 طريقا، فهو أقوى وأفضل وأصح الأحاديث الواردة في باب التحيات. والتحيات فيها فضيلة، من فضائلها أن الذي يقول التحيات فإنه يسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، ده منقبة عظيمة جدا. وأيضا من فضائل التحيات أنك إذا دعوت بعد التحيات أجيب دعاؤك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتخير من المسألة ما شاء، فدل ذلك على أن الأوقات الفاضلة للدعاء دبر التحيات، وقبل ماذا؟ وقبل التسليم. الحديث 17 بعد 100 عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال لقيني كعب ابن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية، ألا أهدي لك هدية. هنشوف بقى الهدية العجيبة دي ايه. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا الله كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ السلام عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال لقيني كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه فقال ألا أهدي لك هدية. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا الله كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الحديث يدل على أن أفضل هدية أن تتعلم ما ينفعك من الدين، دي أفضل هدية تهديها الواحد، أن تعلمه ما ينفعه من الدين، دي أحسن هدية، أحسن ما تديله مليون جنيه، تعلمه حاجة، الحاجة دي ياخد بها حسنات وربما تكون سببا في دخوله الجنة. ولذلك كعب ابن عجرة قال للتابعي الجليل عبد الرحمن ابن أبي ليلى ألا أنفحك بهدية ثمينة غالية. التابعي بقى بينتظر الهدية، فكانت الهدية أن أخبره بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالصلاة الإبراهيمية، وهذه الصلاة المذكورة في الخبر هي الصلاة التي تجمع مع الخبر الأول لتمثل ماذا؟ التحيات، التشهد، التشهد التي تمثل التشهد. وهذه الصلاة الإبراهيمية هي التي تقال في الجنازة بعد التكبيرة الثانية، وهذه الصلاة تكون في التشهد الأوسط والتشهد الأخير الاثنين مع بعض. ليس هناك دليل صحيح
يجعل أن هذه الصلاة تكون في التشهد الأخير، يبقى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، تكون في التشهد الأوسط وأيضا فين؟ في التشهد الأخير. مش الحال يا إخواني؟ طيب، هل هي واجبة أم غير واجبة؟ هناك نزاع في وجوبها في التشهد الأوسط، ولكن الصحيح أنها واجبة في التشهد الثاني إن شاء الله. وعلى آل إبراهيم، ما فيش فيها لا، وعلى آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لا اضبطوها بقى إن شاء الله. نعم، هي الموجود كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الحديث 18 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. معذرة، معلومة بسيطة في الحديث السابق، الصحابة: فكيف نصلي عليك؟ المقصود كيف نصلي عليك أي في الصلاة، أي في الصلاة مش خارج الصلاة. إذن هذا خاص ماذا؟ في الصلاة ليس خارج الصلاة. وهناك أثر ثابت في ذلك عند الإمام الحاكم وغيره. الحديث 18 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. بتعملها لنا كده. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فليستعذ بالله من أربع. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. المقصود أن يكون ذلك قبل التسليم، يعني بعد التشهد وقبل التسليم. وهناك أخبار، أظن هناك خبر نص على ذلك، وهو خبر عائشة رضي الله تعالى عنها. والمقصود بفتنة المحيا أي الشهوات والشبهات التي تعرض للمرء، فكل ما يكون سببا في فتنتك في الحياة أنت تستعيذ بالله تعالى منه. أما الممات، ما قد يعرض لك من شأن الشيطان وأنت في غمرات الموت. نسأل الله تعالى أن يثبتنا عند الممات وأن يتوفانا على الإسلام. ذلك أن الشيطان يأتيك وأنت في النزع يريد أن تموت على غير الملة، فهذه فتنة عظيمة جدا. نسأل الله تعالى أن يثبتنا. وهذا قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقوله في الآخرة لأن الموت أول مرحلة
من مراحل الآخرة. وهذا الحديث فيه إثبات عذاب القبر خلافا لبعض المبتدعة من المعتزلة وغيرهم. وفيه أيضا إثبات أن المسيح الدجال حقيقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله منه، لأن الأرض لم تضرب بفتنة أشد ولا أخطر من فتنة هذا الدجال، نعوذ بالله منه، ونعوذ بالله تعالى أن يحمي أولادنا وأولاد المسلمين وذرارينا في المستقبل من فتنة هذا الدجال. الحديث 119 عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا يقال عند السجود أو في دبر الصلاة قبل التسليم، ليس هناك تعيين لمحله. الحديث 120 عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي هناك رواية: يتأول القرآن، مش مذكورة، يتأول القرآن، لأن الآية فيها إيه؟ فسبح بحمد ربك واستغفره، ولذلك يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فيتأول القرآن أن ينفذ ما أمر الله تعالى منه. نسأل الله تعالى أن يرطب أفواهنا بذكره، وأن يغسل قلوبنا بعفوه، فإنه سبحانه وتعالى جواد كريم.